مشاهدات مجلة ياقوت .ma، أهلا وسهلا بكم. معكم الممثلة مجدة زبيطة. احنا اليوم كيف ما كتشوفوا متواجدين في صالون زين اللي كيرحب بنا اليوم، وحنا أكيد أننا جايين باش نقوموا بتجربة جديدة في برنامج غولوكينغ سيليبريتي. بحكم أنني كنخرج للشارع كنتلقى لي فان ديالي، فدائما الفنان كيخصو يكون دائما مقاد وجو متألق شعره مقاد تو. دونك مثلا في الحياة ديالنا العادية اليومية شنو ممكن المكياج اللي نكونو كنديرو؟ المكياج اليومي العادي يعني كيكون خفيف، ما كيكونش فيه لي بايات ولا البغيون ولا الهايلايتر بزاف، كيكون مات في اغلب الاحيان، ولي كولور اللي كنختارو كيكونوا الوان ترابيه، لي فارابوبيا كيكونوا الوان ترابيه خفيفه نيود، وبالنسبه للروج على حتى هو. اليوم شنو غادي ديري لي؟ شنو غادي تبدلي في مجدة زبيطة؟ لان انا جيت على طبيعتي كيف ما كيشوفني المشاهد الكريم ديال مجله ياقوت .ma. انتم المشاهدات انا على حقيقتي. فهذا هو اللي بغيت نعرف، يعني بالنسبة لي أنا جيت خاصني باغي نشوف راسي خارجة وحدة أخرى. وحدة أخرى كاع؟ وحدة أخرى ماشي أنا. المكياج ما غنبدلوش فيك بزاف، حريفاتكم وما غيبقاو، غير غنبرزو الحاجات الزوينين ونخبيو الحاجات اللي ما كيعجبوكش في وجهك. شكرا بزاف نرجس لالا يختك، وغنقول لكم حتى تشوفوني من بعد كيفاش غادي نولي. شكرا لالا يختك. ما كنشوفوا المرحله الاولى واللي هي مهمه جدا هي ليدغاتاسيون، اي كنستعملوا كريم المرطب لا باز اليميناتريس. المرحله الثانيه هي اللي كندوزوا الكريم الاساس، كنختاروا اللون ديال البشره ديال لا كليونت ديالنا. وصلنا للمرحلة الأخرى وهي الهايلايتر اللي غنبرزو به الحنيكات باش يبانو. وكيف ما قلت لك من قبل أننا ما كنستعملوش هايلايتر بالنهار، ولكن عندنا الأنواع، كاين هايلايتر اللي هو بايتي بزاف اللي هما هادو كتشوفهم، كاين هاد الجوج اللي هما أقل معا من الآخرين، هما اللي غنستعملو الفنانة ديالنا مجدة. بحق فعلا كاين تغيير، لان كيف ما شفتوا في الاول كان كيف جيت طبيعيه، ما كاينش مكياج، ما كاين حتى شي حاجه. فعلا كاين مكياج دابا اللي هو باين خفيف ظريف، وفي نفس الوقت كاين تحديد ديال الملامح ديال الوجه ديالي، كما نشوفوا على الانف على العينين على الشفايف، لدرجه انا حسيت بحال دايره شي تجميل او دايره بوتوكس او هذا، وهو ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء. تاني حاجه اللي زوينه هما الالوان اللي استعملتهم السيده نرجس، اللي هما الوان ترابيه اضافه للالوان الربيعيه اللي كيف ما هي ذكرتهم من قبل. لهذا انا كنقول شكرا لصالون زين على هذا الغولوكينغ،
وشكرا مجلة ياقوت .ma اللي استضفتني في البرنامج ديالها.